الوغ واش صرا انه في هذاك لو تولك شو يافي ان اكتور من تقديم عادل محمصاجي كان كاين اكتور اللي ما نقولش اسمه لانه نحترمه بيان سور يقعد اكتور ومدرايو بطريقه محترمه هي على كل حال مام عادل الى با مونكي دو ريسبي سي جوست كو مد انفورماسيون غلطه علاش جو نسي با جوسكا ميتنو ما فهمتش هي واش صرا هذاك الاكتور قال انا جو سوي كونتر لي انفلونسورز اي تو انا رحت درت ستوري قلت علاش راكو تجيبوا لي باسكو كانت كاينه انفلونسورز تماك قلت لهم علاش راكو تجيبوا لي انفلونسورز باش تحرشوا بهم اشاك فوا في لي بلاطو اي تو يخلصوا لكم لي سوجي دوروها انفلونسور سي ترو بزاف كي تحبوا تكريتيكيو انفلونسور جيبوا انفلونسور لي كريتيكيه ماشي اكتور يكريتيكي انفلونسور باسكو ما يعرفش دوك انا ما راحش نروح ندخل روحي في الدومين تاعو نكريتيكي لا زاكتور وقلت لكم قبيله وين كانت في البلاطو كانت دافعت ولا التزمت الصمت وقعدت تسمع هي التزمت الصمت وقعدت تسمع تري بيان فوالا وبعدها واش صرا وبعدها بعثوا لي ميساج قالوا لي فوالا اسكو تجوزي معانا ايتو باش نعطوك الكلمه ميساج او عندك او عندي تقدري تفتحي لنا كاميرا نشوفوه دوكا بيان سور افيك بليزير عطونا كاميرا سيري على الرساله اللي تقدمت وفيها رسالة يعني استضافتك للبلاطو هو أكبر دليل طاقوني ستوري قالوا لي زابوني تحهم ابعتوا لها باش نريبوندي لهم هنا جي اكسبتي دوري هاو الكاميرا عندك هنا باللي جي اكسبتي الميساج بونسوار nous aimerons vous inviter lors du prochain numéro afin de vous donner la parole concernant votre story enfin si vous le permettez ça sera avec plaisir cordialement Ma réponse c'était bonjour, merci pour l'invitation, mais je ne peux pas venir, désolé. L'émission, je dois. Tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit Très bien. وبعدها عادل راح خرج حط ديجا ان با لو دووا يخرج ميساج كيما هذا يروح يحطوا للعنان باسكو هذه محادثه خاصه هذه دو ان حط الميساج هذا باللي عرضك حط باللي عرضك تري بيان وقبل ما يحط هذا الميساج ما فهمتش علاش كي راح قرا لا ستوري تاعي اللي قلت علاش ما تعرضوش لي زانفلونسور اللي يجيبوا حقهم وانا ما كنتش نهضر على روحي ما يا با كو موا كاين 1000 انفلونسور في الجزائر انا هضرتها سبونتانيمون قال لهم شفتها بعيني كتبت في ستوري واحده اخرى علاش ما تعرضونيش انا علاش ما تجيبوش وحده كيما انا لو بلاطو تما هذا التصرف ما نكتبش عليك شوكاني باسكو هو كاذب كمعلومه كاذب معلومه كاذبه 100% وما فهمتش كيفاش قدروا يفوتوا حاجه كيما هذه اسكو ما كاش رقابه عندهم ولا ما فهمتش اصلا علاش خرج ومد تصريح كاذب باسكو على بالكش معناتها اعلامي يخرج يمد تصريح كاذب انا عادل جي ريان كونتخ لوي ما راناش اصلا في لو ميم دومين باش يكون عندي مشكل معاه اي ماتنو جي ريان كونتخ لوي مي بصح التصريح الكاذب تاعو جوغ وبعدها انت تواصلتي معاه ولا ما تواصلتيش ما تواصلتش معاه ما كان حتى ميساج قلتي له هضرتي معاه قلتي له من وين جبت هذه المعلومه من وين تاكدت وشفت باللي انا كنت حطيت عرضوني انا رحت ماشي رحت بررت ولا خرجتي على صفحتك انت خرجت على صفحتي هضرت مع لي زابوني وريت لهم اوغوزمون كو لي زابوني تاعي يعرفوني تشوكي وقالوا لي بلاتيك عبالك جوغ طونك لي زابوني تاعي يعرفوني واش نسوا هذاك هو الصح من الحاجه اللي غاضتني سي كو خرجت في لا تيلي لو كان حطها اون ستوري تو بالك مي تحطها في لا تيلي توري بلي انا جو نقص لي حبي نقص لي من قيمتي جوا